بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ومن جملة ما ذكرنا لكم مرارا قلنا لكم الكلاب ذوما أهل الكتاب ولا كتاب عندهم، ربي لم يعتر بكتابهم لأن امتدت أيدي ظالمة حربت التوراة والإنجيل، وربما حرب كذلك الزبور الذي نزل على سيدنا داود عليه السلام. ومن جملة الصور الفاضحة شوفوا كيفاش من غاروا على إفريقيا وخطفوا الأبناء في غفلة من آبائهم وأمهاتهم وساقوهم إلى عذاب الجولة الجحيمية التي تربط بين مسقط رأسهم والأراضي المفتوحة حسب دعواهم مفتوحة بفضلهم. ولاش؟ باش يسخروهم الخدمة في مزارع السكر، قصب السكر ولما نزور. وبين المنطلق والمنتهى اللي مات وتعذب قبل ما يموت من سوء تغذية وسوء معاملة، وكانوا من الحيل يعملوا سفن تاع قرصنة يحطوا فيهم طبقات ويحطوا صفوف من العبيد باش يحركوا المجد. شوف الناس قداش عندها فكرة في إذلال الإنسان حين كثروا عدد المستغلين رغم أنفهم. والسلام على أهل السلام.